طموح، مصداقية وتنفيذ، ثلاثة مسارات يحتاجها العالم اليوم بشدة، ثلاثة مسارات لو طبقت قد لنشهد مجدداً كوارث مناخية كالتي عاشتها ليبيا. تغيرات مناخية قاسية تنعكس على شدة الأعاصير والفيضانات وعلى رد فعل الطبيعة الغاضب. إننا بعيدون كل البعد عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس. كل المؤشرات بشأن المناخ تأخذ منحاً معاكساً، والانبعاثات في أعلى مستوياتها. ثلاثة مسارات يرتكز عليها مؤتمر قمة الطموح المناخي الذي يقام في نيويورك اليوم، ليبدأ بتقديم الحكومات مساهمات وخطط طموحة محدثة قبل عام 2030 بشأن صافي الانبعاثات الصفري والانتقال إلى اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى الصندوق الأخضر للمناخ ووضع خطط اقتصادية تشمل التكيف والصمود أمام الكوارث المناخية التي تحل بالعالم. هل ينتهي الأمر بالطموح؟ طبعاً لا، فبين الطموح والتنفيذ تأتي المصداقية. قادة الشركات والحكومات والمؤسسات المالية مطالبون في المؤتمر بوضع خطط تتماشى مع معيار المصداقية المدعوم من الأمم المتحدة في تقرير ما يعرف باسم النزاهة مهمة. طموح ومصداقية فتنفيذ وعمل، وذلك من خلال تقديم قادة المنظمات الدولية والإقليمية وقادة الحكومات والمؤسسات شركات تنفيذ قائمة أو ناشئة تبدأ بعد المؤتمر مباشرة. رحلة تبدأ بالطموح وتستمر بالعمل، لكن أكثر ما يطمح إليه الناس اليوم هو أن تلتزم الحكومات بإنقاذ ممتلكاتهم وأرواحهم. يا رب رحمتك بينا، يا رب رحمتك بينا، يا رب.